خلال جلسة حوارية افتراضية للسيدات نظمتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، دعت حرم صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد آل القاسمي المناصرة البارزة للأطفال اللاجئين لدى المفوضية رئيسة مؤسسة القلب الكبير، دعت المجتمع الدولي ومؤسساته إلى وضع قضية تعليم الفتيات اللاجئات على قائمة الأولويات التنموية العالمية. وجاءت الجلسة تحت شعار حماية وتمكين النساء والفتيات اللاجئات، أكدت خلالها سموها أهمية أن نحمل جميعا هم تعليم المرأة حول العالم، فتعليم الفتيات والشابات يغير مسار حياة مجتمعات بأسرها، وتمكين الشعوب يبدأ بالارتقاء بالمرأة وتعليمها. كما تطرقت سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي إلى جهود مؤسسة القلب الكبير في دعم اللاجئين حول العالم.